ليه ولادنا على طول مغلبيننا؟ بابا وماما مش فاهميننا، حتى جيراننا على طول سامعيننا. يا بنتي ذاكري. يا ماما حاضر. يوه، هو مفيش سامعين كلام؟ على طول زعيق زعيق، ولا علشان احنا صغار؟ صوت العرب من القاهرة، صغار وكبار. لا لا لا، كبار وصغار. صغار وكبار. لا، كبار. صغار وكبار. صغار. كبار وصغار. لا، وكبار. كبار وصغار. صغار وكبار. صغار وكبار. تكتبه بسمة صبحي. تعليق عائشة حسن. هندسة إذاعية محمود صبري. الإخراج سعدية حسين. مساء الخير يا بابا، ازيك عامل ايه؟ اهلا يا حبيبي، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله على السلامه. جاي لوحدك ليه؟ اما فين اختك؟ طلع ورايا على السلم اهي، جت اهي. السلام عليكم يا بابا، ازيك؟ اهلا يا حبيبتي، مالكم يا اولاد متضايقين كده ليه وتعبانين كده ليه؟ تعبنا النهارده من التمارين الكتيره يا بابا. خلصنا تمرين السباحه ودخلنا على الكاراتيه، وخلصنا الكاراتيه ودخلنا على التنس، وبكره ورانا تمارين كره السله، وبعدين هروح تمرين كره القدم، وليان عندها كرة اليد، يعني هنرجع هلكانين بنفس المنظر ده يا بابا. على فكرة يا بابا، أنا ومصطفى تعبنا بجد، إحنا مش واخدين الأجازة علشان نقضيها تمارين في النادي وبس. أيوة، ما هو مش معقول نخلص من تعب وضغط المذاكرة وندخل على ضغط التمارين والمسابقات. إحنا عايزين نعمل حاجة جديدة السنة دي، يعني كفاية قوي عليا تمرين كرة السلة اللي بحبها، وأنا كمان كفاية عليا تمرين السباحة. خلاص مفيش مشكلة خالص، بدل التمارين الكتيرة بتتعبكم بلاش منها، وكفاية رياضة واحدة بس لكل واحد فيكم. بس ماما مش هترضى يا بابا، وهتفضل تقول لنا الرياضه مهمه، واشمعنى طنط رنا واولادها مشتركين في كل انشطه النادي، وعم اشرف ولاده مش عارف ايه، وكمان ماما هتخلينا نشترك في كل المسابقات والبطولات اللي هيعملها النادي. خلاص يا اولاد، انا هقعد مع ماما هتكلم معاها ان كل واحد فيكم كفايه يشترك في رياضه واحده بس. يلا ادخلوا بقى غيروا هدومكم وارتاحوا شويه. حاضر يا بابا. مساء الخير، ازيك يا محمد؟ ازيك يا نسمه؟ الحمد لله على السلامه. يلا بقى ادخلي وغيري هدومك واندهي الاولاد وتعالوا بقى علشان اعمل لكم مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ انا عملت ليكم العشاء بايدي. وليه تتعب نفسك؟ ما ندهتش ليه للاولاد يساعدوك؟ انا سبتهم يرتاحوا شويه لانهم تعبوا من كتر التمارين اللي بيمارسوها في النادي. فكرتني، ده انا مستحلفه لهم النهارده بسبب الاحراج اللي حطوني فيه قدام كابتن النادي. تصور كابتن الباسكت بيشتكي منهم انهم دايما مش مركزين في التمرين، وكمان كابتن الكاراتيه بيشتكي منهم لدرجة انهم وصلوني يضربهم عشان يركزوا، ولا حتى مركزين في السباحة. بس بس بس، ايه كل التمارين دي يا نسمة؟ كفاية لعبة واحدة بس يا حبيبتي. الحق عليا، عاوزهم يطلعوا رياضيين وصحتهم كويسة، وبعدين الرياضة مهمة ومفيدة جدا. يا نسمة يا حبيبتي، اكيد الرياضة مهمة لكن بالعقل، الولاد كده هيتعقدوا، مش كفاية ضغطك عليهم طول ايام الدراسة في المذاكرة والدروس. ضغط ايه بس؟ ما كل زمايلهم في النادي مشتركين في معظم التمارين، وكمان رنا جارتنا مشتركة لولادها في كذا رياضة ومحدش فيهم اشتكى. ملناش دعوة بحد، وبعدين أنا سبتك تشتركي ليهم في معظم التمارين وهم صغيرين علشان يبقوا جربوا معظم الأنشطة علشان يحددوا الرياضة اللي يحبوها ويكملوا فيها، لكن اللي حاصل دلوقتي ده مسبب ليهم تشتيت كبير جدا وعدم تركيز. سمعنا مع بعض حلقة أهمية الرياضة. طبعا كلنا عارفين أهمية الرياضة للطفل وللكبير كمان، فهي أكيد مفيدة لتقوية عضلة القلب والحماية من الأمراض، وأن العقل السليم في الجسم السليم. كمان الرياضة بتمنح الطفل الثقة في نفسه، وكمان بتخليه اجتماعي ومندمج في البيئة. لكن الضغط الشديد على الطفل برضو مش مطلوب، وياريت ما تخليش مفهومك عن الرياضة أن ولادك ياخدوا ميدالية أو ياخدوا بطولة، وحاولي تخلي ابنك يختار الرياضة المناسبة ليه. يعني مثلا الطفل الانطوائي ياريت يدخل في ألعاب جماعية، والطفل اللي عنده ثقة بالنفس ممكن تكون مناسبة ليه الألعاب الفردية. ازرعي في ابنك حب الرياضة وخليها له حاجة طبيعية في يومه عشان الصحة والحالة النفسية. ما ينفعش نلعب رياضة ونديله مثلا جانك فود، أكل من الشارع ومقليات ومعلبات وشوكولاتة، لأن ده بيخلي الطفل مرهق والرياضة هتكون حاجة صعبة عليه.
على فكرة استخدام الأمهات الاستخدام الخاطئ للرياضة بيؤدي إلى أن الطفل بينقطع عن الرياضة في سن معين ويفضل يتكلم بقى طول العمر عن إنجازاته السابقة في أيام العز. بس مثلا في الصين هتلاقي أن الأشخاص عندهم 70 و90 سنة ولسه بيمارسوا الرياضة، ده لأن هما فهموا الرياضة صح. وفي الآخر أحب أقول لكم مفيش حد يعرف ولادكم أكتر منكم، أنا بس هنا علشان أساعدكم. كان معاكم عايشة حسن، مدربة سلوكية وتربوية، ماجستير صحة نفسية. صغار وكبار. الإخراج سعدية حسين.